مكنات من توفير بنية استثمارية باش نجلبوا المستثمرين واكتشاف الغاز بكميات مشجعة أولا نحسن ضرر في الجهة الشرقية وفي العرائش مؤخرا في سواحل العرائش. قامت الوزارة بإعداد تصور شمولي للقطاع ديال الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع وإعداد خارطة الطريق باش تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنية التحتية. فقمنا في شهر مارس 2024 باش نوقعوا على مذكرة تفاهم بين 4 الوزارات و5 ديال المؤسسات العمومية باش ننسقوا الأعمال ديالنا في هذا القطاع ونضمنا ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي في 31 ماي 2024 باش نقدموا هذا التصور الجديد بما فيه تسريع غاز سندرارة والعرايش. واخيرا بدات البوادر ديال هذه المجهودات في نصف الولايه الحكوميه كتبان باستثمارات مغربيه واجنبيه اللي كتشجع مشاريع سندرارة والعرايش. فكما تعلمون في 2024 قامت شركة أجنبية ببيع ما يناهز تقريبا مليار ديال الدولار من الأصول ديالها في مصر وإيطاليا وكرواسيا باش تركز على الاستثمار ديالها في العرايش، وقامت شركة خاصة مغربية بإعلان عن تمويل أكثر من 35 مليون ديال الدولار باش تسرع مشروع ديال تندرارة. فلذلك حنا بكل فخر كنعززوا بالتحول اللي كيعرفوا المغرب. أولا رجعت الثقة ديال المستثمرين الخواص الأجانب والمغاربة في الطاقة المغربية وفي الغاز الطبيعي المغربي، وايضا كيتحول المغرب الى الممر الوحيد لعبور الطاقه. شكرا. تعقيب السيد نائب.